ينضم إلينا هاتفيا الأستاذة منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا أستاذة منار. صباح الخير أستاذة ريم، صباح الخير على حضرتك وكل السادة المشاهدين. عرفينا أكتر وعرفي المشاهدين عن حالة الجو النهاردة. احنا بنشهد اليوم استقرار تام في الأحوال الجوية واستمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء. الطقس اليوم بيكون معتدل على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بيكون مائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد، حر على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا في فترة الظهيرة. أما مع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة بتبدأ تنخفض، فالطقس خلال ساعات الليل لطيف في أول ساعات الليل، مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر. متوسط درجة الحرارة متوقعة اليوم على السواحل الشمالية للبلاد ما بين 27 و28 درجة مئوية، على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، على محافظات شمال الصعيد زي المنيا وأسيوط 30 درجة مئوية، على محافظات جنوب الصعيد 34 درجة مئوية. أيضا الظواهر الجوية المتوقعة اليوم تتكون الشبورة المائية لتصل لحد الضباب أحيانا وتنخفض معها الرؤية الأفقية في الصباح الباكر وفي الساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري. شبورة اليوم كانت شبورة مائية كثيفة على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد وسيناء وأيضا مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة. من غدا إن شاء الله القاهرة الكبرى كمان هتشهد شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل. هل معنى ده إن الرياح هتقل شوية لما الشبورة هتعلى؟ بالظبط، يعني مع هدوء الرياح وخاصة هو الرياح بتهدأ في الساعات المتأخرة من الليل ومع الصباح الرياح بتهدأ، فبتكون معاه الشبورة المائية وزيادة نسب الرطوبة أيضا. لكن طبعا مع سطوع أشعة الشمس الشبورة هتبدأ تتلاشى يعني على الساعة 8 صباحا بإذن الله إن شاء الله. أيضا اليوم خلال ساعات المساء في نشاط رياح على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وده بيؤدي لتلطيف الأجواء ومزيد من الإحساس وانخفاض درجات الحرارة. طيب في فرص سقوط أمطار في أي مكان في محافظات الجمهورية؟ لا، اليوم وخلال الأسبوع إن شاء الله ما فيش فرص سقوط أمطار لأن احنا بنشهد استقرار في الأحوال الجوية. طيب طمنينا على حالة الجو في محافظات الصعيد والوجه القبلي. محافظات الصعيد شمال وجنوب الصعيد طبعا بتشهد استقرار واستمرار أجواء خريفية وانخفاض كمان في درجات الحرارة، بتكون في محافظات شمال وجنوب الصعيد حول المعدل الطبيعي لها. سواء الشمال الصعيد زي المنيا واسيوط درجات الحراره بين 29 و30 درجه مئويه، ايضا محافظات جنوب الصعيد ما بين 33 و34 درجه مئويه، يعني عندهم استقرار تام في الاحوال الجويه واجواء خريفيه. شكرا استاذه منار غانم المتنبئ الجوي بهيئه الارصاد الجويه، كنت معنا في هذا الصباح لاطلاعنا على الحاله الجويه وحاله الطقس.